كيف بدي اسمع انا احكي مع هي اذا بتعمل معروف؟ ميرسي. رح نكفي تنشوف قورمة السمك وين صارت، في شي عم بفور كمان على النار. احبائي من جديد، ما تتصور رحت لفرات قديش طيبه بس إيه، بس ما بيعني هيدا الشيء انه انا وعم بحكي اذا بتعمل معروف بدنا نسمع. ما انت، انا فكرتك بدك تطولي كثير بزعجك. اوكي، لكن شو حطينا؟ حطينا من البهارات من كبش القرنفل، من الهيل اللي ما كان معنا صار معنا هلا، لكن كبش القرنفل، الهيل، الحب الاسود تبع البهار عم نشوفهم قدامنا هلا، كمان عم نشوفه، كمان الكمون حطيناهم كلهم، وجينا هلا من بعد ما حمصناهم عم نطحنهم. شو رح انا اعمل هلا؟ ليك شو رح اعمل بعد ضرب حلو كثير، بعد ناقصني انا هلا، غير انه حطينا جوز الطيب، رح اخذ ضيف عندهم البابريكا، منضيف كمان القرفه، وبضيف كمان الكزبره. هون صار عندنا بهارات خليجيه، بليز نرجع نعيد، اوكي؟ لكن من الحب الاسود تبع الفلفل، منروح على الكمون الحب، منروح كمان على كبش القرنفل او حب شو اسمه كبش القرنفل، وبعدين حب الهيل او حب الهيل وكبش القرنفل، اثنيناتهم غلبطنا، منروح بعدين على جوز الطيب، بنبرش شوي صغيره بقلبهم، او يعني بنبرش حوالي ربع جوزي من جوز الطيب، بعدين مثل ما شفنا البابريكا، بعدين القرفه، وبعدين عندنا هالكزبره، صار عندنا 8 انواع من الاعشاب ومنهم كمان البهارات داخلين بقلب هالوصفه. هلا اللي صار انه انا طحنتهم هن وسخنين، احنا ما لازم نطحنهم هن وسخنين، لازم نطحنهم هن وبردين. ليش؟ لانه بس طحنهم هن وسخنين لك وشو بصير؟ بيطلع ست كيد يا غادة، هلا هذا كله بيطلع. هلا اللي بصير انه انا عندي هن وسخنين، الهبله بتطلع كلها وحرام. طلعت الهبله بهالطريقه، ساعتها بنلاقي حالنا انه طارت كل النكهه من قلبك. مزبوط. يا سلام، صار عندنا البهارات جاهزين هلا بنستعمله. انا كمان بحضر بس سؤال، انا ليش ما حطيتهم كلهم بهارات على التحميص؟ يعني انا كيف بدي اجيب، يعني انا كيف بدي اخذ القرفه، اجيب القرفه كمان بدي حمصها، الكزبره كيف بدي اجيبه وراء الكزبره، عم تفهم علي كيف؟ كمان فينا نعملهم، بس كونه يمكن اسهلنا نلاقي اليوم بالسوق نحن حبوب الكمون وحبوب الفلفل الاسود وحبوب الهيل وحبوب الكبش القرنفل، اهين ما نلاقي الكزبره شو اسمه الاوراق تبعولها، فينا نلاقيها كمان، بس كمان او بالعكس شوي صغير بالبيت نطحن القرفه. يعني القرفه هن ليش بيعملوا هيك؟ مشان يعطونا طعمي اقوى، القرفه اوريدي طعمتها كثير قويه، عم تفهم علي كيف يعني؟ وكمان عندك انت جوزة الطيب استعملناها وبرشناها كمان دغري، فهيدا صار كله قدامنا. هون كمان اللي ما كان معنا صار معنا، عندنا كمان المرقة الخضرة اللي هي عم تغلي، اوكي، استعملناها كرمال نعمل نحن الرزات، الرزات هون جاهزين عندنا، فيليه سمك قطعتهم، بصل قطعتهم، حطيت كمان شوي صغيره من الثوم، يعني حص واحد من الثوم، وورقه كمان من الغار، وحطينا كوب واحد من الرز مع كوبين من مرقة الخضرة. يا سلام، هون صار انا عندي رز انا هلا ناقصه من البهارات. هلا انا عندي البهارات جاهزين، انا ما رح اشيل من هونيك، رح اشيل البهارات لان عندي اياهم جاهزين، اللي محضرهم كمان انا قبل، وراح اجي انا حط منهم ملعقه صغيره بقلب الرزات، وما ننسى كمان السمك الموجودين عندي اياهم هون جوا، اللي هن فيليه اللقوز، اوكي، او السي بس فينا نسميه، او فينا نستعمل اي نوع من السمك. شو بتحبي سمك؟ لقوز. اي نوع سمك يعني لقوز، اوكي، حطيتهم شوي صغيره هيك بالفرن مشان هيك يستوي على القليله 70% مع شويه عصير حامض عليهم، شويه مرقه خضره او مرقه يعني سمك عليهم من فوق. يعني مثلا نعمل كمان سومو، كمان شو بها الاوارمة السومو؟ ما بها شيء ابدا، لانه السومو صار عن جد اليوم صار كانه اللقوز الطازج. مزبوط. اوكي، من دون اي مشكله. اللي انا بدي اعمله هلا، رح اخذ شوي صغيره من البهارات الخليجيه اللي انا محضرهم كمان قبل، رح نحط نحن هلا هون. ها يا سلام، نحرك الرزات شوي ونرجع نسكر على الرزات بالبهارات اللي نحن عنا، حركناهم بالملعقه الصغيره هيك وجينا سكرنا عليهم، وبدنا ننتقل هلا بسرعه فائقه للصوص. الصوص يلي بدنا نحضره ونحطه على السمك من فوق بسرعه فائقه. لك كيف بتحب البصل؟ ايه بس من بعيد. يلا، لكن هون بلشنا، يلا المقلي هون هلا بعد شوي صغيره، بس كمان او الطنجره بس تسخن شوي صغيره، رح نبلش نحن نحط فيها من البصل. هلا بهالطريقه هون، هذا بصل
كمان ننتقل على الثوم. عندي حص كمان انا من الثوم بقلبها بهالطريقه هيك، وبنروح على الثوم كله مع بعضه. عم تشوفي كيف؟ اوكي. والطنجة بتكون عندي عم تحمى برا، زنجبيل طازه رح اخذ انا شوي. اوكي. وهلا مزقنا، هلا عم بفرم، يمكن اجمل وقت بالعالم انا وعم بفرم، هن يشوفوا الوصفه قدامهم ويكتبوها. انت وعم مش مزبوط انه هيك؟ لانه انا عم بفرم بيكونوا عم يشوفون بهالطريقه، لكن زنجبيل فرجونا الوصفه هيك بتشوفوا كمان كل شيء قدامكم. البصل والثوم هيدا عم يدخل وين؟ بقلب الصوص اللي بدي احضرها هلا. وهلا بلشوا كمان يكتبوا كمان قدامهم، طلعي شو حلوه هيك. برجع انا بنتقل هلا، تعي انت لهون، يا سلام على الحامض او برش الحامض. طلعي انا هون عندي قشره الحامض او ببرش او بجي لك كيف بعمل رفيع 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 الحامضات الحلوين، بس بدون ما تقصي صبيعكم ما تخافي، هيك بالطول بيعطوا طعم للاكل هائلي جدا جدا جدا. طلعي كيف كمان هون بهالطريقه هيك. صحيح. وعندي البندوره موجودين بعد معي ولا مش معي؟ يلا يا شيف شيف، زيت زيتون بسرعه على هالطنجره اللي هي كمان صارت سخنه، وبسرعه فائقه كمان اللي هن بنروح نحن على الحامض والثوم والبصل والزنجبيل. واو، هلا بلشت الروائح، يعني تصوري هالاكله بين الزنجبيل بين البهارات تبعولها قديش ممكن كمان تكون مهمه، وبتعطينا فليفرز كمان كثير قوي مع الحامض تبعولها. وعم نحضر شيء اسمه قوارمة السمك، يا سلام. برجع البهارات اللي عملناهم هلا، وعم يكتبوا كمان البهارات قدامهم. قوارمة اللحمة عادة ما بتكون هالقد فيها بهارات؟ نو نو نو، قوارمة اللحمة بيستعملوا فيها لحمة الغنم مع اللي تبعيتها. اوكي. وبتعرفي بعدين بيحطوها بيحطوا ملح بيحطوها، حكينا عنها هذه مختلفة تماما. هذه قوارمة سمك خليجية وبهارات الخليجية تعلمناهم، وتعلمنا كيف عملنا البهارات بطريقة حلوة، وتعلمنا كيف عم نعمل الرز بالسمك. تصوري، وتعلمنا او عم نتعلم كيف عم نعمل السمك كمان بالفرن، هذا فينا ناكله لوحده مزبوط من دون اي شيء، مع خبز الزيتون اللي عمله الشيف شادي اليوم. يعني ما ضروري تكون كلها معلقة ببعضها الاكلة، بس علقناها اكيد ببعضها، وهيك بنكون تعلمنا كذا شغلة. يا سلام الزنجبيل، وهو الريحه هالقصص كلها. ليك ليك شو حلوه هون هون، بعد عندي طعمات بعد ما حطيتهم. هلا بقول لك شو هن، عم عليك شوي، خليكم خليكم معي. ليك شو حلوين، بس ما بقى في شيء. هلا ما بقى في شيء على الطاوله. لا عليك عليك، هلا شوف كمان البندوره. من بعد البندوره اللي حطيناها فوق البصل فوق الثوم فوق الحامض وفوق كمان الزنجبيل، منضيف نحن هون كمان من المرقه فوقهم. طلع كيف بدنا نعمل الصوص. هلا كمان بنقوي كمان النار، بلش تغلي كمان حلوين. نطلع على الرز عنا خليص. يا سلام يا سلام، بس هيك لقي الرز انا عم بيقول لي انا صرت جاهز. واو بقرب يعني شو؟ انا قربي شوي صغيري، بس بتفرجيكي شغلي لان هيدا اللي لازم نعملها كمان ببيتنا. شفتيها هيك؟ هلا شو بتعملي؟ بتسكري وبنطفي، بتخليها شوي تتخمر شي ثلاث اربع دقائق. فعل خمره يعني بمعنى خليتين بقلب الطنجره مسكرين، الهب اللي عم يطلع هو عم يكفي طبخ الرز، والرز هو عم يشرب الميات الباقيين بقلب الطنجره. هيك بنكون احنا ضربنا 10 عصافير 10 عصافير بحجر واحد. شو طيب؟ كانوا واقفين على الشريط كلهم سوا. كلهم سوا نزلوا. اوكي. يلا هيدي شغله كمان تعلمناها وصرنا كل يوم عم نحكي عنها، وبدي احكي عنها كل يوم حتى تفوت براسنا. فيني بعد البصل اللي احنا عنه اوكي. مش بحاجه انت للبصل 100%، لكن هيدا البصل نحن هون رح نحطهم ورا لانه غاده ما بتحب البصل. عندي انا والبصل يعني ما في قصه غرام اذا بدك. 100%. تعال انا ليكي هون الغرام. شو؟ قل لي. بتعرفي هلا واحد صار بينغرم بالثاني، وبينغرم بالثاني مش لانه بحبه، لانه معه مصريات بس. فانا هلا معي بايدي شيء حقه 200 300 دولار، فشو رايك بالغرام؟ لا على 200 300 دولار كمان لا، لانه مصريات. فكرت انا مصريات. ليك شو رح اعمل انا؟ ما عليه، رح هيك ننزل شوي صغيره مش كثير. يا حقه لا يا شهدي لا ما ينفع. اوكي بنحط شوي صغيره من الزعفران هيك. هلا بتشوفوا كمان اللون الحلو، حتى هودي اللي بقيوا عندنا هون على السكين حطهم اوكي كلهم سوا بهالطريقه. رح سكر لك اياها كمان لما توقع، وبدي منك هلا كمان شغله، رح احط انا كمان هون شوي صغيره بعد من المرقه. بس مش سكريه ابدا ابدا. في اذا ما في غرام نو شو بدي اقول شغله؟ قرفي 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 القرفي كمان رح شيل شوي صغيره من القرفي، رح احطهم كمان هون هيك. اوكي شوي صغيره مش كثير، فيك تحطي كمان عود قرفه
في عيدين قرفي هونيك صغار، فيك تجيبي لي منهم وحده بليز اعملي معروف، لكن انا هون عم تبعتني تبعت صغار ما الي اصغر عود قرفي اصغر إذا اصغر شيء اصغر عود قرفي اذا بتريدي ليك الله يصبرني على فيصل ولا بيجيبوا فيصل معقوله يصور واحد حتى هون اوكي رح اخذ انا هون لكن نحن ما بنحط شجره قرفي بنحط نحن عود قرفي بقلب الطبخه تبعيتنا بنشيل كل شيء على جنب رح اعمل شغله كمان بسرعه فائقه نحن هون الرجال صاروا جاهزين انا عنديها لون المقلي صار ما بدنا اياها لون وهيدا هون المراه كمان شفتي شو صار عندنا ولا ما شفتي؟ شفت انتبهتي على الموضوع كمان صار هون وهلا ايه معلش نزلهم اوعى يروحوا فيك تنهي الحلقه بالمعلقه نفق الزعفرانات اوكي بالمعلقه حطيناهم بطريقه يمكن غلط لانه هيك بسرعه كنا لازم نتأنى اكثر واكثر على الموضوع يلا يا شادي هون واو شو هالصوص واو شو هالصوص ما تتخيلي قد ايه حلوه وهلا شو بيعمل الشيف شادي هون لانه هلا عندي ثلاث دقائق بس بدي اعمل كم شغله الشغله الاولى اللي هي رح نجيب السمكات من الفرن هيك ليك السمكات هن اوريدي عليهم ميتهم الحلوين وصاروا مستويين معي ولا ضدي؟ بدنا نستعملها للمي يا سلام يا سلام بنحطهم هيك فوق هيك ليكوا شو حلوين وبنجي نحن على الصوص عليها شفتي هالريحه الحلوه اللي عملناها بليز احبائي بليز وهيدا كمان كلها طلعوا 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 شايفين شو عم بيصير؟ شايفين شو عم بيصير؟ هون صار عندنا هيدي قوارمة السمك اللي صارت جاهزة دقيقة نقدم الصحن ودقيقة نعرف على العجينة شوي صغيرة بس بدي فرجيكي بس العجينة قد ايه حلوة اللي استعملناها ذاك العجينة اللي عملناها نحن قبل تبع الزعتر ذاك شو حلوة هيدي انت حطيت بيكنج باودر بقلبها نعم بس لك انا شو بدي اعمل شفتي كيف تعمليها هيك بهالطريقة بنعمل لها ثقب بقلبها طلعي شايفين الثقب بقلبها نجي على خلطة الزيتون اللي كتبوها كمان أحبائنا كلهم سوا طلعك شفتيها؟ ليك الإصبع وين؟ ونسكر العجينة، ليك الإصبع وين؟ ونسكر العجينة، سكرنا العجينة، سكرنا العجينة، سكرنا العجينة، سكرنا العجينة، برافو عليكي، وهون صار عنا طلعوا شو حلوين؟ بنحطها هون هيك مدهنا بصفار بيض شوي صغيرة على وجهها مش تتكتكت ما في شيء بقلب الصفار يا سلام إيه؟ لا الصفار بس بحالي. وشوية سمسم بفوتوا على الفرن بيطوشوا بيعطوا صحن بسرعة يلا هون بلشنا يا بي هون ليكي شو حلوين ما بقى وقت دقيقة دقيقة هي وقت كثير دقيقة بس بدي فرجيهم بس انا الرزيت ليكي بس بليز واو طلع طلع الرزيت ببهارات الخليجية مع قطع السمك هيدا وقع على وحدة معي ولا ضدي؟ معك هي مع ورقة معك. الغار خلوها ليك التوم كمان كيف عم تطلع هيك بهالطريقة طلعوا شو حلوين كل حبة لوحدها بتوشوا بعقلوا بجنن تبرمي هيك وبنجي نحن ساعتها بناخذ هالقوارمة اللي نحن عنا مع هالصوص صار عنا قوارمة السمك اليوم مع الصوص تبعيتها مع كمان الرزيت بتوشوا بعقده وانا هون بدك اياها بعد تجمد شوي الصوص او ما بيقدر فيها بعد تغلي لان احنا قدمناها قبل بيعرف المشاهدين انه مرات كثير عم نقدم طبخاتنا قبل ما يستويوا لانه مضطرين طلعي شو حلوين هيك بهالطريقه وبجي اخر شيء انا بحط عليهم كم حبه هيك طلع كيف بس انه هيك شكل كمان حلو من فوق بهالطريقه وهذا الشكل هون وهيدي كمان هديه لكم اليوم وصفه بتعقد بس من خلالها تعلمنا كذا شغلي أنا اليوم نصيحتي والعشرة على عشرة هي العجينة اللي عملناها لفطيرة الزيتون لألك غدا مرسي لألك حقيقة اليوم كانوا عن جد هيك منوعين الأكلات ومثل ما قلت يعني كل شغلة فيها تكون باز في واحد يكلها لحالها لهون تخلص حلقتنا بعالم الصباح لهالنهار بدي أتمنى لكم تقضوا بقية نهار حلو أكيد ما تنسوا بكرة الساعة 10 عالم صباح جديد